بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه رحمهم الله. هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي رحمهم الله تعالى. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة، فأسلم رضي الله عنه وعاش 120 سنة رضي الله عنه. كان نصرانيا فأسلم رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار أي العلماء والرهبان أي العباد في معصية الله عبادة لهم. طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك أي ومثل ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الحيوان الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا منه، لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتم المشركين وأكلتم مما لم يذكر اسم الله عليه تكونوا مشركين. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم، والتقليد هو قبول قول الغير بدون دليل. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل
والحالة هذه يكره أو يحرم. أعوذ بالله. يقولون الذي يأخذ بالدليل يكره أو يحرم، وهذا ضلال بعيد. فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة. فعظمت الفتنة، ويقول المقلد هم أعلم منا، أي مشايخنا، بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، هكذا يقولون، وكلامهم هذا غير صحيح. فالواجب هو اتباع الكتاب والسنة. وربما تفوهوا، أي تكلموا بذم من يعمل بالدليل، والعياذ بالله. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل. فتغيرت الأحوال وآلت، أي وصلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان، العباد، هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، وهذا ضلال بعيد. وعبادة الأحبار والرهبان هي العلم والفقه، هكذا يقولون. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عمت بها البلوى قديماً وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهلم جرى. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير رحمه الله قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم. إذا أخطأ العالم هذا يهدم الإسلام، لأن الناس يتبعون العلماء. وجدال المنافق بالقرآن، المنافق الذي يستدل بالقرآن في غير موضعه ويكذب على الله، هذا يهدم الإسلام. وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، رواه الدارمي رحمه الله. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، آمين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة، أي تذم لمن عدل، أي مال عن الكتاب والسنة. والآية ذامة، أي تذم لمن عدل، أي مال عن الكتاب والسنة، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده الطاغوت، أي في تفسيره للطاغوت، وأنه الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده
من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت كل من عبد من دون الله أو اتبع فيما يخالف شرع الله أو يطاع فيما خالف شرع الله. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما. فمن تحاكم إلى غيرهما، إلى غير الكتاب والسنة، فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يتبرؤون منهم، قالوا ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، أو كان شجراً أو حجراً أو قبراً أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناماً على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه. ومن عبادة كل معبود سوى الله كائناً من كان. وهذا كله الشرك من عمل الشيطان وتسويله أي تزييله، فهو دعا كل باطل وزينه لمن فعله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ينافي التوحيد، الشرك ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا يجب الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من قبول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا بطيب نفس وانشراح صدر وتسليم تام. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده، فقد خلع رِبقة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان، لما في ضمن قوله: يزعمون من نفي إيمانهم. فإن يزعمون إنما تقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله وإخلاص العبادة لله. فإذا لم يحصل هذا الركن وهو الكفر بالطاغوت لم يكن موحداً، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بيّن في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى لا إله إلا الله، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، والثاني أنه ضلال، التحاكم إلى الطاغوت ضلال، والثالث تأكيده بالمصدر وهو قوله ضلالاً، والرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وأبلغه، وما أدله على أنه كلام رب العالمين جل جلاله أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون. بيّن تعالى أن هذه صفة المنافقين، وهو الإعراض عن حكم الله ورسوله، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، يصدون يعرضون،
لأن مصدره سدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده. والأئمة رضي الله عنهم أمروا باتباع كتاب السنة، وإذا أخطأوا أمروا باتباع الدليل وترك أقوالهم المخالفة للدليل رحمهم الله، واعتمادهم اعتماد المقلدين على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله ممن خالف الدليل، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصلح الفتوى إلا به. هكذا المقلدون يقولون الفتوى بما قاله المشايخ، ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة. فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها، يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال أبو العالية رحمه الله في الآية، يعني لا تعصوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض، فعلينا أن نلزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحذر المعاصي والمحرمات. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفها بالدعوة، أي لا تتبع أهواء الناس وإن زينوا لك ذلك، بل اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تغتر برأيك إلا إذا كان موافقاً للدليل، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، آمين. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر، إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات وبصراً نافذاً عند ورود الشبهات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر بن عياش رحمه الله في الآية: إن الله بعث محمدًا
صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد، أي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. كل من دعا إلى ما يخالف الرسول فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله، قال أكثر المفسرين رحمهم الله: لا تفسدوا فيها بالمعاصي، لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي يخالف الرسول ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل أي مال إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار جنس من الناس، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان، هذا طاغوت الذي وضع لهم اللياسق قانون، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك.
أحسن، هذا من أفعال من صيغة أفعال التفضيل، وليس في الطرف الآخر مشارك، لأن يعني حكم غير الله ليس فيه حسن أبدا. أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره جل جلاله. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل.